السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا في برنامج جديد قعدة شقية مع ناس عشوائية. جايب لكم ضيف حلقتي النهاردة فيرجو. ايه الكلام؟ والله احنا ممكن نعمل رياكت عادي يعني. ده اسلام طيب ما بيحبش يتنمر على حد. طب يا جدعان انا عايز اقول لكم ان قعدة عشوائية مع ناس شقية هتنتقل الى شانل جديدة هتلاقوها تحت في الديسكريبشن اسمها ويز فيرجو. كل اللي بيشوف الفيديو ده انزلوا تحت في الديسكريبشن وفي اول كومنت هتلاقوا اللينك القناة الجديدة اللي هتكون خاصة بقعدة عشوائية مع ناس شقية. هيكون انا واسلام، انا وفوقش، انا وعصام. قعدة عشوائية مع ناس شقية هتبقى هناك، والفلوجز استنوني في فيديوهات كتيرة ان شاء الله مع فيرجو في ويز فيرجو. ده ما يمنعكوش ان انتوا تعملوا لايك للفيديو ده وكومنت، ولو انت مش مشترك برضو في القناة دي اعمل سبسكرايب. ايه النهاردة بنتكلم على ايه؟ بمناسبة السويت شيرت اللي انت لابسه ده، هنتكلم مثلا لما البنات بتروح تشتري لبس مع بعضها ايه اللي بيحصل. ايه رأيك في ده؟ الله تحفة، الله ده حساء انتي خالص. ايه ده بيقول؟ يعني ايه حساء انتي؟ مش معرفش هما بيقول ايه. ده انتي خالص، بتهزاري؟ ده انتي جدا. او ماي جاد ليه؟ بلوفر عادي. حتة بلوفر ايه اللي او ماي جاد؟ ما هو ماركون هنا بقاله كتير. ما تجيبي امه وقول لها حلو يا مش حلو. ده بقى لو لون بقى الجنزاري. ايه يا معلم؟ جنزاري ده ازاي؟ عندك حاجة جنزاري تليق عليه؟ لون، في لون احمد سفاري، لون سفاري، في لون محمود الليسي. في برضو بنات، انا عارف ان انت مشكلتك النهاردة بتتلخص في البنات الفيك. لما بتبقى قاعد على اي كافيه، بس طبعا لان البنات الروشة ما بيقعدوش في كافيهات، بيقعدوا في قهوة. ايه المختلف اللي انا اقدر اقعد فيه؟ في قهوة. انت بتقعدي في كافيه؟ انا في قهوة. انا بقعد في قهوة عشان روشة جدا، ولازم القهوة دي تكون بتاعت واحد انفلونسر. فتلاقي بنات قاعدين وتلاقي واحدة موقف مش بيضحك اطلاقا. في ايه يا اخوان؟ في ايه؟ مواقف دمها تقيل، مواقف مش كوميدية خالص. ايوه بس انا جاية هنا اسمع الناس. لازم تبين انها مبسوطة. انا مبسوطة جدا وبعد هنا عشان اتبسط. فرفوشة. لما بيجوا يشقطوا حد دخل الكوفيه مش بيقوموا يشقطوه بقى. البنات عندهم حركة ذكية جدا، ان هم بيخشوا على الانستجرام في التشيك ان بتاع المكان ويشوفوا الولد منزل ستوري عامل منشن للمكان. انت فاهم اللوغاريتمات وفاهم دي حاجة جديدة لسه. لا والله وشكلي كده هعمل يو تيجي تقول لك انا لبسي كله ما اعرفش انا جايباه من البراند ده والبراند ده، وهي اصلا ما رجعتش بالذاكرة زمان لما كانت بتشتري اللبس مع امها زمان. بمناسبة اللبس مع الام بقى، انت بتواجه مشكلة في الموضوع ده؟ طبعا. كان زمان لما تنزل مع امك تشتري اي لبس، ماما ايه رأيك في الجاكيت ده؟ ايه ده انا شايفه مظبوط جدا، ضيق وايه الكمام طالع لفوق كده ليه؟ يا ماما ما بتقفل ده، ارفص كده، ارفص ارفص يا ماما. ده جاكيت. ايوه بس لا 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 مش مريح. لا لا استنى، ايه ده بكام ده؟ 600. لا اقلع ده، ده رخيص، ده في سيل. لا سيل ايه بس، ده مش مقاسك ده. خد شوف ده. ايوه كده. لا لا تعال تعال ارفع. طب يا ماما مش هو الكمام واسع شويه؟ واسع ايه بس، ده هينفعك الشتا اللي جايه. ده واسع ايه بس؟ واسع مش واسع خالص يا ماما، انا شايفه واسع جدا لدرجه ان انا عايز اعمل الحركه بتاعت زمان. ايه هي كنا بنعملها؟ ايه دي؟ ايه رايك في اغنيه اللي عملت قلبان والبنات كلها تسمعها يجي لها حاله بنت الجيران؟ بنت الجيران. هو بيقول لك بنت الجيران شغلال انا عينيا. انا عايز اسال سؤال، هو اللي كان بيغني الاغنيه دي؟ لا مش هو. هو ليه بقى هو اللي كان بيغني الاغنيه دي؟ كعبك محني محطوط ومش عارف ايه عليك. ايه يا عم اهدى شويه. والمشكله ان هي عملت قلبان وبكار محلي محطوط عليك كريمه، محطوط عليك والعود محلي والمظبوط عليه القيمه وتحس ان هو بيغدى شويه، تحس انه كاتب ده شويه، تحس انه كاتب الكلام في الحمام. ده كان نهار من كعبك محلي ونقعد عليه القيمه وتجيني تلاقيني خلاص تلاقيني لسه بخيري. لسه بخيري، ما انا عايز افرض تلاقيني لسه بخيري.
يعني دي وراها بلاوي انت مش فاهم. دي 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 خلاص تلاقيني لسه بخير اللي هو ايه اللي هو خلاص انت قاعده معايا. وفي برضو اغنية عاملينها تاني بيقول عود البنات عالي شغل لنا حالي ده حال واقف. ايوه صح. ايوه صح. حال واقف. حال واقف فرح كاتب اغنية على البنات. حال واقف خلاص الموضوع خلصان. اول ما حالك يقف هتكتب اغاني جامده جدا شغل لنا حالي. وبتلاقي نقطه عرق بتنزل على المايك وهو بيسجل عود البطل ملفوف وانا لسه يا ما هشوف. يا هيشوف ايه؟ سند نوت زناو بقى فاهم. ده لسه هيشوف. هيشوف يعني كل ده قبل ما ده كل ده تسخين. ده لسه العيال حالها باظ. عود البطل ملفوف وانا لسه هشوف. يا نهار اسود. يا لهوي يا نهار اسود. ده لسه هينزل جزء تاني لما يشوف ايه اللي هيحصل. وعندك برضو حمو بيكا بوسه مش شفه لبنت القلب طلقه في عينك يا بنت الكلب. اوه ده كاتب الاغنيه ايه داخل يختصب. في اغنيه انت لو سمعتها لو انت بنت يعني انت دلوقتي كسلام لو انت بنت انت هتترقب وهتقفل موبايلك وهتجري لان انت هتحس ان في واحد عريان دخل عليك الاوضه. ليه؟ بيقول خدها دلعها رقصها فسحها دلعها شخلعها. بتحس ان في واحد لابس تيشيرت مش لابس بنطلون يدخل عليها الاوضه. خدها دلعها رقصها فسحها شخلعها دلعها. يعني انا مثلا عايز اغنيها لواحده بنت مثلا انا معجب بيها ولا حاجه فانا اقول لها خدها دلعها فسحها شخلعها خدها دلعها. ليه المهرجانات ما كانتش زي زمان؟ بص المهرجان اتطور برضو يعني المهرجان اتطور واحنا كلنا بنحب المهرجانات بس ايه الكلمات والكلام ده اللي بنتكلم فيها. يعني زمان مثلا كان اول ما ابتدى المهرجان اصحى للبرينت اصحى للبرينت اصحى للولا عبدو عبدو البرينت مكرر. يعني عايز اقول لك ان المهرجانات زمان هي اساس الاد لبس والباك اب اللي في التراب دلوقتي زي بتاع ويجز وابي يوسف ومروان بابلو. يعني مثلا دلوقتي ويجز بيقول لك ايه توش الطاولة دي الفراولة دولة دولة جوه دولة دولة شباب مش سالكه في ربع جولة جولة. زمان بقى كان ايه ولا مين ولا بيه صحيني فوقني شوف معايا في الباك اب. يعني انا بتكلم وانت في حتة تانية انا بغني وانت بتقول لي مطرية حلمية ماليش علاقة انا بس هم كانوا اول ناس تضيف حاجه اسمها باك اب او اد لبس في الـ في الايه اتطورت اتطورت بقى بقت تراب اللي هو ايه توش على الطاوله دي الفراوله لا والله فاهم. فكان زمان الباك اب على اصوله ان انا اتكلم اقول له صحيني يقول لي هو فوقني ولا ايه ولا مين على مين ولا ايه مش زميلي الشغل ايضا باظي باظ بالشاطي مش قادر لو يكتروا بعمل ظابي. احلى مهرجان نزل في القرن ال21 ده لو جيت تاني مش هتعيش انت هلس وانا يلا من عين شمس. شوف الناس اللي هم من عين شمس فخر فخر في انت شمس. واحد تنزل من عين بس شمس ده هل ده مش هيخلق نوع من انواع الغيره بين المناطق المتجاوره. هو يخلق غيره ايوه بس هنا برضو يعني مثلا من السلام اللي من السلام لا. لا 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 السادات السادات العالمي اللي هو بقول واصحى للكلام وانا يا ابني من السلام وحاسب على الكلام ما دام كده يبقى خلاص طالما كده كده فكان زمان المتصدر صح. السلام دلوقتي بقى مين اللي هو انت هلس وانا يالا من عين شمس. فانت تخيل انت دلوقتي ساكن في عين شمس وبتلبس ونازل رايح مثلا مصر الجديده انت تبص للناس ازاي؟ بكل فخر طبعا وهبص يعني ليه لان كله هيبقى هلس ليه عشان انا يالا من عين شمس بالظبط بس انا بتمنى ان حد يعمل حاجه للعبور حاجه لمدينه العبور انت ما
مغمور وانا يالا من العبور بس خلاص. طبعا بتوع مدينة نصر هيزعلوا طبعا كل هي مرة لا تلاقي بقى بتوع الشروق هيزعلوا ليه يعني برضو ايش مدينة جنبنا فجنب بعض فالشروق طبعا ايه هتتغاظ فتقول لا انت محروق وانا يالا من الشروق هيقوموا ردين على بتوع العبور العبور انت كذاب وانا يالا من الرحاب بقى هنا بقى مدينتي مش هتسكت انت قد بنتي وانا يالا من مدينتي بس كده طبعا احنا بنتاسف لعين شمس يعني بعد اذنك يعني لم الدنيا لان عشان هنفتح فتحات على ناس كتير ده حقيقة في مناطق انا سعيد باللقاء ال والله انا اللي سعيد جدا فلو حبيتوا الحلقه دي وعايزيني اطلع معاه تاني ف هو انت يعني خلاص بقيت يوتيوبر وما تنسوش تنزلوا على ويز بيرجو القناه الثانيه هتلاقوها في الديسكربشن وفي اول كومنت كل يوم هينزل حلقه من دي وبس انا مستنيكم دلوقتي هناك في القناه الثانيه لحد ما نجيب مثلا رقم محترم في السبسكرايبرز نبدا نشتغل عليها ولايك سبسكرايب شير يعني لو انت جديد في القناه واول مره تشوف الخلق اللي قدامك دي اعمل ايه سبسكرايب وعاش يا ابطال.